هذا بيرمي يسوي صحن. اوكي الحين بيرمي ميك بليت مشان شكله كليني، بعدين كمين واجد جود. كمين ايوه كمين واجد Gina pun tu memula nak terang pun gina tak mula di dana ni. Ya, pun sama ujian. Ini semua mahal sekali nak terang. Mahal di. Next ممكن انا نيجي next month عاد بنجيب هالكين اجيب الكيه والاوريو والتراتين وقت الحليب يا بس كده شو جبت لكم الاوريو شو هالدور مين بيرمي دي قمنا نروح على العصر ونزل كل الكريم كمان ان شاء الله بيرمي ان شاء الله انت كل شكرا صنع الطاولة يلا احنا اصلا من الله حلوين ما نحتاج لا صابون ولا نحتاج كريم بيرمي لنا قرب فوق حنان يا وفي عيال مسوين مال تنظيف اسنان وذا طلعوا كل يوم 10 ريال كوب؟ ايوه والله لا ضاعت ابتسامة شلون كانت؟ ايه ابتسامتي على صوب من حالاتها هي اصلا نفس بيان صورك كانت باخر يوم لي بالتقويم قالت لي على سلامتها ولا كانت تختفي؟ حلو يعني صراحة احنا بان انه ضعف يمس 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 طبيعة اجسام ما يصيرهم لا لا جوارية ما تاكل ما تقدر انه هو ماسكينها بقوة والله شفت كلهم مسويين يوكل يعني واجد ماسكينها ما تقدر يعني نفس اليوم قالعة توكل ما قالعة هي شادينها هي شد ويوم قايمة متدخلة نفس الوقت تعشي هي ما تقدر تاكل لحم برجر الاشياء الاشياء مكسرة ترى كل شيء شايفينها ساعة ادم العيادة اللي هي رايح منها واجد زينة والله سهام وعبير وهذيلا يشدونهن اياه وامل ويجين ياكلن يجين ياكلن شافتينها في العيد كان بدون مكياج ما شاء الله يعني وذي يعني الصبح وكاها يا بسه وكاها غروصة قد سيف يعني واقف ما شاء الله عيادة واقف عزة عزة بنت خالي كان رايحة عنده هو هذا هي يعني أول رايحة عنده بعدين بيها عزة ما شاء الله وكان تمكينة وعرفت واقف عزة لانه هو يسحب لهم اياه فتحت يضرهم اياه زر وصورين كذا حباله يخليهم ما يرمي يوكلون شيء حقيقه ترى لا يوكلون شيء يعني اي شيء سترونج ما سترونج بعد يعني اشياء بس عيش اعطيني اسمها فاطمه اعطيني اسمها تعطيها كمان تعب
ما لها بالقحبة. ما دام عندي فلوس بروح. ولا روح قل خايسة بونك انت عالق عندها اخصار 500 ريال راحة. طوحن باليوم عصري قوهن اسنانها ما تغيرن. شوفي ما شاء الله ما تغيرن شفايف وشراجي. انت تعرفي ان فيها نوبة مسوية ولا كأنها مسوية شوفي. يعني يمكن 6 اشهر. والله. والله العظيم فيها ابدا ما تغير. يا ما زينة. ابدا حتى كريمة تقول ابدا ما حلوة. يعني ما ردت الناس. كريمة مسوية اسماء مسوية هدى مسوية شفتي تغير فيها. يسوي الكلمة زينة وش العين وشكلها. 500 ريال والله. هي ساجدة ساجدة. ما شاء الله بروصة. والله خواتي ما تغيرن. هو ساقين. عندنا بس. حتى الديزا. الله يصبش يوم الخميس. أسمع تكلمي ما شاء الله بروصة. أسمع. صديقتي أسماء قالت بروصة كم أول ما قلت ما شاء الله أسماء. زلفت شغل مسوية يعني ردنا سنة. يوصل هذا كم سنة أول وقت. من مسوية صفر. يوم نعم عبيلي. فاضي ما بيقول عليه فطوم سوي مزينة لكن شادلها يا فطوم ما مسوي مزينة تقويمة 15 ريال ايه ولك مزينة لكن ما يستوي فطوم سوي سنة لأنا سنة مسوي زينة من 500 وكذا لكن فطوم سوي مزينة عندي نوبة فرق القضية وافي فطوم لكن راس صلى يا أسنانها الرز لكن بعدين لكن بعدين ما يسوي يتطور في الحياة رجع عند لكن فطوم لكن فطحية ما يعني ما يفوز حيدا القلوب لا لأنه ينظفنا دائما يروح يغير الألوان فطوم فطوم بس والله أنا أتذكر أيام مدرسة يوم طاح هذا وحدة سويت القلوب مكانه ما هو لا لا تفوز هذا أول ما أول طاح يصير لنا حتى من يعني يروح يسافر يجيب لنا معاه يصير يقولين إياه هنا أول بيسوي تقويم عنده فلوس تايلند ما جاب وراح يعني راح ذاك سوق السبت وما جاب على شان أول واحدة كان ما كرمت بس إذا فاطمة يا بيان كم علاقها تكلفها أكل عطيني بس الاسم عيال اختصار وقلة ايه اسمع اعتقد تخصصي اللي عند ابنها وحمود والله مسلش تتروح وتجيب شيء زي هذه رياضة ومتعة تستاضعين فيها جواهر عفتين مقدون الصاروخ اللي عند المعهد عند الفيرو احنا الجسر ايوه عرفنا في عيادة اسنان عند طبقة. دور اختاري مش تذيب. ما العيادة من السنة.
لها مواد فراغات. سهام تسكرون الفراغات لكن ما تغير فيها شيء. وقلتوا بعدات يعني رجعنا على قدام مرتاح. والله مش علاج قايس هذا البرنامج اللي احنا نسويه. بعد المشكلة كل العائلة راح تسوي العلاج. كلها. زين تصورين بس حرج والنتيجة ما وحشة. لا لا خلاص ركضوا خلاص ركضوا ما يجيبوا انت بتموتي؟ موتي بتيتي؟ الجزائر البرتي كيف قبض فلوس؟ تسوي كيكة ولا إلا؟ بودكا يريد كيك بيرنو ولا نونيت كيك؟ نسوي رايس بعدين برتي؟ أيوة نسوي رايس بعدين نوسطها بعدين أيوة تسوي كذا.
ما أعرف يعني يكشفوني أحس يوم مثل بسرعة انكشف ما مش كده بطل حتى يوم الله أكذب حالي حمد شيء ما أكذب ما أعرف يكشفوني يكشفوني بيرمي ماشي ما في Thank you.
طقم اعطيه 10 ريال مثلا. طقم من عندي انا ريال يا سهل 20 مثلا هذا كل 20 هو مش في المحاولات صح ولا لا؟ عندنا حاكي من السبيل ها؟ ما عم نقول حاكي من السبيل انا بدي بتخلف سهرك عندك راتي نتكلم حفتح بابك ما تكمل ما يعني حط صوت الباب يفتح ذهب واني وراء ما حطلع عندك أبيك حاجة مثل الدمعة كلها مجمع ما بأضحك يا خبريش إن عيش ديك كلها من دمه Please like and subscribe. Thank you.